دخلت مصر عصر العملات البلاستيكية أو بشكل عملي العملات المصنعة من مادة البوليمر صديقة البيئة، وذلك عقب الإعلان عن الشكل المقترح للعملة فئة 10 جنيهات و20 جنيها. لكن ما لا يعرفه الجميع هو أن مصر ليست الدولة الوحيدة التي ستستخدم العملات البلاستيكية، بل سبقتها دول عديدة في العالم، ومن بينها دولة إفريقية ودولة عربية. وبحسب الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي، فإن أبرز الدول التي تستعمل العملات البلاستيكية هي أستراليا التي بدأت استخدامها سنة 1988، وتعد أولى دول العالم التي استخدمت البوليمر والعملات البلاستيكية بسبب كونها صديقة للبيئة وتدوم لفترة أطول. كندا. بابوا غينيا الجديدة. رومانيا. نيوزيلندا. بروناي. الكويت. وأخيراً بريطانيا.